راحوا فين؟ Nobody here. كويس. ايه؟ في ايه؟ مصر يا مجون! في مين؟ مش عارف. شريف باشا. نعم. بالنسبة يعني لسنغافورة. أنا طالع بيتي، طالع شقتي، مفيش ما يمنع من إن أي حد يجي يزورني بيتي، ودي حرية شخصية بقى. ما قلناش حاجة يا فندم، بس عشان الإجراءات. ما أنا قايلك قبل كده. حصل يا فندم وعملنا لها التصريح. كويس. لما حضرتك مشيت وقلت الشنط دي ما تطلعش لغينا التصريح. يعني ايه؟ انا هطلع بيها. انا هطلع بيها. طب شوف يا شيف بيه، ممكن سعادتك يعني تاخدها على الكورنيش، تاكلوا كوز ذره، شويه ترمس، زر بطاطا، لحد ما نطلع لها التصريح. زر بطاطا ايه دي؟ هتاكل زر بطاطا يا عم؟ دي طيارتها طالعه بعد ساعتين، مفيش وقت. طب ثانيه واحده. ها يا باشا. شريف بيه، معاها سنغافورة يا باشا. What's wrong? No problem. تعليمات سعادتك. علي ما ينفذ يا باشا. طب ممكن بس تسيب باسبورها؟ Leave your passport here, Oshin. Okay. ممكن تبعتولي بجامة وغيرين من الشنط؟ لا، الاكياس دي هتفضل هنا عشان اجراءات الامن، وهطلعهم لك مع الشنط فوق. My passport, please. Thank you. أنا تعبت من الخدمة هنا يا فندم. أنا عايز أتنقل شرطة السياحة.